السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ليلي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ ايه ده مالك يا ليلي؟ شكلك موجوع من حاجة، انت تعبانة؟ تعبانة شوية، عندي مغص شديد من الصبح. لا حول ولا قوة الا بالله، شفاك الله وعافاك يا ليلي. جزاك الله خيرا يا ياسمين. بس لازم اكلتي حاجة كده ولا كده عملت لك مغص، صح؟ لا ابدا، انت عارفة ان كل اكلي صحي ومفيد ومتأكدة من نظافته كمان. طيب قوليلي اخر حاجة اكلتيها كانت ايه؟ انا الصبح اكلت ساندوتش ومن ساعتها ما اكلتش حاجة. معقول؟ ومن ساعتها ما اكلتيش حاجة؟ يبقى انت اكيد بطنك وجعاكي عشان جعانة، مش محتاجة فقاقة يعني. استني هجيبلك ساندوتش فريخ ولا كبدة، اهو اي حاجة تغذيكي كده. لا مش قادرة اكل اي حاجة خالص. ما هو الجوع الطويل بيسد النفس، ماما دايما كانت بتقولي كده. معلش اغصبي على نفسك علشان تبقي كويسة. يا سلام يا دكتورة ياسمين، كشفتي وشخصتي في جملتين. عيب ده، انا ياسمين مش معقول مش عارف اشخص مغص بسيط زي ده يعني. مثلا ده انا ياسمين يا بنتي. بس اعذريني يا ياسمين، انا رحت لدكتور غيرك وقال لي كلام غير ده خالص. ايه دكتور ايه ده؟ دكتور فين وازاي تروحي لدكتور تاني وانا موجوده؟ معلش اعذريني، انا كنت عايزه دكتور حقيقي. دكتور حقيقي؟ ايه ده انت بتقولي ايه؟ اسفه ما اقصدش، انا اقصد ان انا كنت عايزه دكتور بسرعه عشان كانت بطني واجعاني قوي، وانت ما كنتش لسه جيتي. تصرف كويس برضو، المهم صحتك. بس قال لك ايه الدكتور عكس اللي انا قلته يعني؟ قال لي ان انا عندي برد في بطني وكتب لي على دواء. قصدك برد في معدتك يعني؟ وده الدكتور ده ما كتبلكيش على اكل ليه يعني؟ طب يقول لك اشربي ليمون، ده ألف بي انفلونزا يعني. ده لا انا مش عاجبني الدكتور ده. قال لك ولا ما قالكيش؟ قال لي اشرب سوائل وحاجات دافيه عشان بطني تخف. والاكل فين الاكل؟ اهم حاجه الاكل. قال لي كلي على راحتك بس حاجات خفيفه.